غادي نصحك اختي، انا عطيت الوصفه ديال الحبق خمسه ديال الوريقات ديال الحبق البلدي. دابا راه وقيتو دابا غتحطي واحد، مشي تشري واحد الحبق يعني واحد المحيبقه مع الناموس وغتولي كل صباح. نعم سمح لي سي ايمن نسولك، واش الحبق البلدي هو داك اللي وريقاتو صغار؟ اكيد فهو راه معروف. شوف حيت كاين بزاف كيختلف من المناطق فهمتيني يعني السيد انت شوفي شوفي انت غادي انت هادشي ما غاديش تدخلي فيه، عرفتي علاش؟ غتمشي عند السيد اللي كيبيع الربيع ياك، وتقول له عافاك الشريف عطيني الحبق البلدي الله يجازيك بخير، وكون على يقين بان غيعطيك الحبق البلدي جميل غير من الريحه ديالو راه باين. خمسه د الوريقات الحبق البلدي كنخويو عليهم كاس كبير ديال الماء مغلي حتى كيطلق مزيان واحد 10 دقائق وكنشربو على الريق يوميا وكنداومو عليه. دونك كيفتح الشهيه اكيد، فلا بازيلين ديك الماده اللي كاينه فيه كتفتح لينا الشهيه وكترفع لينا، كتمشي للهرمون ديال كديكلونشي واحد الهرمون ديال لابيتي اللي كيكون عندنا في الدماغ. ولكن خصها واحد شويه المده، خصها واحد 15 يوم ولا 20 يوم كتولي كتولد ديك الشهيه. هذه نعطيوها وصفه للكبار والصغار او الصغار؟ اكيد اكيد الصغار بابارتيغ دو سيزون سنين قل من 60 انا نعم استعمال الاعشاب الاطفال قبل من 6 سنين. شكرا لك يا دكتور عماد ميزاب على كل هاد الوصفات ديالك الناجحه والرائعه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.